في لقاء نظم بالرباط في إطار مشروع تشخيص النزاهة، تم الوقوف عند انخراط المغرب بشكل قوي في مسلسل مكافحة الفساد من خلال تطوير آليات الحكامة والشفافية وتبني إصلاحات دستورية ومؤسساتية. حضورها يعطي طابع قوي لهذا اللقاء الذي نستعرض فيه حصيلة التعاون مع هذه المنظمة في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالحكامة العمومية. السيدة الأمينة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي أجريت معها مباحثات قبل قليل أثنت على انخراط المملكة المغربية كشريك موثوق وجدي في استراتيجية المنظمة المتمثلة في البرنامج القطري، والآن ونحن مقبلين على الانخراط في برنامج ثاني يعني كانت حريصة على التعبير عن ارتياح المنظمة للحصيلة العامة التي انخرطت فيها كل القطاعات. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قامت بتشخيص للنزاهة بغية مقارنة الإطارين القانوني والسياسي بالمغرب مع آليات المنظمة في العديد من المجالات. المغرب أظهر انخراطه القوي لمكافحة الفساد من خلال إصلاحات دستورية ومؤسساتية وتعزيز ترسانته القانونية، كما أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تلتزم بالمساهمة بشكل فاعل لفائدة تحسين مناخ الأعمال بالمغرب. ويرم هذا اللقاء إرساء مناخ ملائم للأعمال ودعم جهود الحكومة والمقاولات والمجتمع المدني من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للنزاهة بالمغرب والنهوض بشفافية الأعمال.